فانا عايز تشاركوا معانا بكل تركيزكم في الفقره اللي جايه، لاننا هنخش امتحان صعب قوي في الرياضيات. خلينا كتير عطلان اهم هالامتحان، بس ضيفنا عبقري من لبنان وقدر يقدم ضمن اطروحه الدكتوراه بالرياضيات حل مبسط لروزنفيلدز كونجكتشر اللي شغلت كتير من العلماء لمده 29 سنه. دكتور شاب البوحنا، اهلا وسهلا فيك معنا بلايف ستايل. اهلا فيكي. يعني اكيد في كتير ناس بتخاف من الماتيماتيك، انا بحسه كتير هين. اوقات بحسونا احنا بنشتغل الماتماتكس يعني جايين من غير كوكب. لا شاب، زي ما قالوا الزملاء انه انت لقيت حل لمساله رياضيه حيرت العلماء كلهم، فنبغي نعرف تفسر لنا اكثر عن هذه المساله وايش كان رده فعل العلماء. بس لحتى اقول شغله، هي بلش التفكير فيها. احنا عندنا الكونجكتشر، يعني عالم عم بيحل اشياء، اكيد مش من غير كوكب، نحن على كوكب الارض بكون قاعد عم بيحل اشياء، بيتوقع شيء يكون صحيح. هلا ما بيقدر يبرهنه بوقتها، بس بيفرض الفرضيه انه انا بتوقع هالشيء صحيح، بيصير العلماء من بعده يا بيبرهنوه صحيح يا اما بيبرهنوه خاطئ، او برهنوه منه بارتيكولر كيسز او ما بيبرهنوه ابدا الجنرال كيس تبعه. هلا بقى بلش عالم كثير مهم اسمه روداي 1934. حلو، طلعت معه فكره بارتيكولر كيس. جرين باوم كمان كثير مهم 1971، بعد بسنين وسنين فكر كمان طلعت معه فكره. بقوم روزنفيلد اللي عم نحكي عنه الشهير بهالكونجكتشر بيحط جنرال كيس، بيتساءل عن جنرال كيس 1972، بيصيروا العلماء من بعض ويفكروا بيلاقوا بارتيكولر كيسز وياخذوا من بعضهم لحتى سنه 1986. كمان عالم كثير مهم اسمه توماسون بيقرب على الحل. هافيو توماسي بيلاقوا له حل. نحن اذا فينا نقول كرياضيات اكيد فيها صعوبه حل، في كتير استثناءات علاجها كل وحده لحالها، في كتير قصص ب 31 صفحه. أوكي. لحد ما البروفيسور امين الساحلي اللي هو مسؤول متابعني بالدكتوراه بالجامعه اللبنانيه بيشوف هالكونجكتشر، كان عنده ايمان انه لها حل مبسط. بقى كان يطلب من طلاب ويحلوها، واكيد في كتير ناس كمان فكروا فيها. انا الحين بقول عن الناس لقوا اجوبه، يعني اكيد في كتير ناس غيرهم فكروا ما لقوا. انا عم بقدر لكم اللي لقوا. كل سنه بيطلب من طلاب، وانا من حبي لهالانسان وايماني بصوابيه افكاره حطيتها براسي. بالام 2 حليت منها كيس، وبالدكتوراه حليتها كلها بطريقه مبسطه. المين ريزلت كانت اربع صفحات بلا ما اتكل على ولا شيء عملوا لي العلماء لحديت هافيو توماسي، طلعت مبسطه، طلعت فكره. هلا اكيد كل سطر في فكره، بس ما فيها استثناءات بتعالج لحالها، فكره موحده والله وفقني فيها وكتبت. يعني من 31 صفحة لأربع صفحات؟ نعم. بشر بيناتنا احنا بغينا نعرف السر، كيفاش حليتيها؟ بدي بقول لك كيف. أول شيء توفيق من عند الله. صح. الله وفقني. ثاني شغلة الفكرة كيف إجيت، هون الإلهام. الكي أيديا اللي إجيت عن جد أنا ما بعرف كيف إجيت. ورجعت تبعت فيها أكيد بدها جهد وتعب وسهر وبدا يكون واحد شاعر وماتماتيشن بذات الوقت، لانه اذا ما كان لانه السهل الممتنع ما بيجي الا بهاي. وحطيت راسي فيها لسنه متواصله، عالجت كثير بارتيكولر كيسز لحالها، بس رجعت توحدت الفكره وطلعت هيك. اخذت معك وقت كثير؟ سنه. طيب انا عندي سؤال، اذا انت الوحيد اللي عارف يحلها، مين مخول انه يصحح لك؟ هلا اكيد حلو السؤال ده والله. شكرا والله عجبني. ايوه صح. اكيد اول شيء، اول محل هو الجامعه اللبنانيه الاختصاصي، لانه بروفيسور امين الساحلي، نحن عندنا جروب دكتوره ميدون مرتضى، عندنا جروب مطلع. بروفيسور امين الساحلي ناشر عالمي من اهم الرموز الجراف ثيوري بالعالم. اول شيء اكيد اول غربال بيكون بالجامعه اللبنانيه، وبعدين طريق النشر طويله. هلا عم تنشر بمجله من اهم المجلات بالعالم. طب شيء طبيعي، بس كون انسان لبناني وعربي اكيد بيعاني من صعوبه، خصوصا اذا كان فات بخبطه قويه، خصوصا اذا كان انه عم بيقرب صوب الكبار. يعني هلا اكيد هي على الطريق وكتر خير الله عم تاخذ ضجه بصعيد. يعني انا حاسس بالعكس، خلي املك كبير، لانه احنا دائما بالبرنامج عنا ضيوف عرب وكل شيء، وبيوصلوا لمحلات كثير بعيده. انا بتعرفي شغلي، انا كل املي انه يصير البحث العلمي مثل ما صار هلا قضيه راي عام، يضلوا قضيه راي عام بمجتمعنا، لانه
كل ما نراكم أكثر على الفكر العالمي كل ما ثبتنا وطننا العربي أكثر بإبداعه. الوطن بينبنى بإنسانه وبإبداعه. مزبوط. ونحن عندنا كثير أشخاص مبدعين بعالمنا العربي. الحمد لله. ما في شك أكيد.